بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. اليوم سنقف معكم أعزائي المشاهدين على قصة حكاها لنا القرآن في الجزء السادس، سنتعرف عليها وعلى تفاصيلها بعد قليل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أبونا آدم وأمنا حواء أول من خلق الله عز وجل من البشر على هذه الكرة الأرضية، كانت أمنا حواء تحمل في البطن الأول في بداية الأمر ابنا وبنتا. البنت التي في البطن الأول تحل للولد الذي في البطن الثاني، والمقصود بالبطن أي الحمل، فأنجبت قابيل وأخته وهابيل وأخته، وكان هابيل يتمنى أن يتزوج زوجة قابيل والفتاة التي سيرتبط بها قابيل، فتكلم مع آدم عليه السلام حول هذا الموضوع وقال له بأني أريد أن أتزوج هذه البنت، فأمر آدم عليه السلام قابيل وهابيل أن يقدما قربانا ومن يتقبل قربانه يتزوج بهذه الفتاة. تقدم قابيل بهذا القربان وتقدم هابيل بقربان آخر، فتقبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل فأصبحت هذه الزوجة له وهذه الفتاة هي من نصيبه. فغضب قابيل وقرر أن يقتل هابيل وقال له لأقتلنك، فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. فعلا في يوم من الأيام هابيل نائم في وسط غابة وبين الأشجار ويأتي قابيل ويقتل أخاه لتكون أول جريمة قتل على وجه الأرض. حينما قتله وأصبح أخوه مسجّم بين يديه ميتا ندم وأصبح خائف وأعلن ندمه وأصبح يجول ويصول بجثة أخيه لا يعلم ماذا يصنع بها وماذا يفعل بها. وإذ به يرى غراب قد مات أخوه وهذا الغراب يحفر تحت جناحي أخوه حتى دفنه، فقرر أن يحفر لأخاه وأن يدفنه كما فعل الغراب بالغراب. آدم عليه السلام
علم بهذا الأمر وحزن حزنا شديدا وقال هذا من عمل الشيطان، وحزن لأنه فقد ابن بالقتل، وفقد الآخر أنه أصبح من حزب الشيطان. فهذه هي قصة ابني آدم، قابيل وهابيل. حياكم الله يا شباب. الله يحييك يا شيخ. اليوم نقف معاكم قصة قابيل وهابيل الجزء السادس، قصة نبحث عن مقاصدها ومغازيها. هذه القصة وحسن كلنا نعرف أنها تحكي قصة أول جريمة قتل تمر على وجه الأرض على في تاريخ البشرية، قتل قابيل لأخيه هابيل. لكن إيش هو السبب اللي خلى قابيل يقتل أخوه ويرتكب هذا الذنب وهذا الشيء حتى المخالف للفطرة البشرية، الفطرة السوية؟ تجد أن المتهم في هذه القضية النفس. قال الله عز وجل فطوعت له نفسه إيه؟ قتل أخيه. ولو تأملت في القرآن تجد جرائم ومصائب وذنوب وأشياء حصلت وحوادث خطيرة حصلت، تجد أن المتهم الأول فيها النفس. في قصة يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء. والله عز وجل ذكر أيضا في غزوة أحد ولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قد أصبتم مثلها، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فهذه النفس يا أخواني لابد أن الإنسان يهتم فيها ويروضها ويربيها، فهي خطيرة خطيرة جدا. وإذا اتبع الإنسان هواه واتبع ما توسوس به نفسه قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة. لذلك يقول الشافعي في أبيات جميلة، يقول إني بليت بأربعين ما سلطوا إلا لأجل عداوتي وشقائي، النفس والدنيا والهوى والشيطان، كيف السبيل وكلهم أعدائي. فدائما النفس لا تأمرك بخير. الله عز وجل بشدة خطورة هذه النفس أن الله عز وجل أقسم بها، جعلها الله جل وعلا جوابا للقسم، ثم قبلها جل في علاء قد أقسم بأقسام كثيرة وجواب القسم هذه النفس. قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم قد أفلح من زكاها. كم قسم بتمين؟ عديتها الآن 11 قسم. لا إله إلا الله، 11 قسم يقسم الله عز وجل، 11 قسم متتالية عشان يكون جواب القسم قد أفلح من زكاها. والله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى. زين في سؤال مهم بتمين، شلون الواحد يزكي النفس؟ يعني هذه ودنا احنا مع بعض لفتة سريعة هكذا كمغزى، إذا من المغازي أننا نزكي أنفسنا حتى لا نقع في قضية خطورة النفس. تزكية النفس تكون أول شيء تكون بتعظيم الله عز وجل، بأن يعظم الإنسان الله عز وجل. الإنسان إذا عظم الله عظم أوامر الله. والله يا أخوان متى عظم الإنسان الله جل في علاه عظم أوامره. الإنسان كيف نعظم أمره؟ إذا عظمنا شخصه عظمنا خطابه، كذلك الله جل في علاه ولله المثل الأعلى. والله يا أخوان إن عظمنا الله عظمنا كتابه وعظمنا أوامره. إذا مفتاح تزكية النفس تعظيم الله عز وجل، الاستعانة بالله وطلب الدعاء مثل ما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكني إلى نفسي طرفة عين. أيضا من الأمور التي تزكي فيها النفس أن تخالفها. يا سلام، خالف هواك. النفس في صلاة الفجر تبغى تنام، والله عز وجل يبغاك تقوم تصلي، خالف النفس وقوم. النفس تبغى مثلا الأغاني، تبغى المنكرات، تبغى الباب مفتوح لكل شيء، لا خالفها، فخالف النفس. لذلك يقول يا أبو حسين في مقولة دارجة يقول الجنة عروس ومهرها قهر النفوس. النفس هذه يبغى لها قهر شوي. وحفت بالمكاره الجنة لازم يعني في كره للنفس شوي الان، الامتناع عن الطعام ودك تاكل مثلا في الصيام وغيره وغيره لا شك، لكن يعني الدائره كبيره كما اشرنا في حلقه اخرى. لكن الان هالتنافس هذا الصراع البشري
في عملية التمني ما عند الآخر، هل هذا يعتبر مغزى من المغازي؟ وإيش اللي خلى النفس تحدث هذا قابيل بقتل أخيه؟ هو شيء داخل النفس، الحسد. الحسد اللي كان داخله، كان لما تقبل الله عز وجل من أخيه وما تقبل منه، جاء في نفسه شيء من الحسد، قال لا أقتلنك يا الله. فالشيء اللي حرك هذه النفس لهذه الجريمة الحسد يا الله. ذلك وإذا جينا وذكرنا الحسد فهو ذنب عظيم، تولي زوال النعمة عن الآخرين، هذا تعريفه الدارج والمعروف. وأيضا الحسد يا أبو حسين ولهان والإخوان، الحسد ترى أبو حسين في داخله شيء من الحسد، أبو سلمان في داخله شيء من الحسد، أبو باسل في داخله شيء من الحسد، حتى أنت يا شهر حتى أنا شيء من الحسد. قصدك النفس البشرية، ما في إنسان إلا في حظ من الحسد، لكن متى يحاسب عليه؟ إذا حسد. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قصدك يعني في داخله بواعث موجود اللي هي موجود موجود الحسد، موجود الغل، موجود الحسد. لكن إذا تحرك وإذا بدأ يترجم إلى عمل يحاسب الإنسان عليه. لذلك لكن شلون عالجه؟ والله أول شيء إذا شفت فضل من الله عز وجل على أحد تنسب هذا الأمر لله، تقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وتبدأ تدعو الله عز وجل. إذا بديت نفسك تحدثك بشيء من الحسد تجاه الآخرين، قل يا رب الله يزيد من فضل، الله يعطيه. كذلك سبحان الله الشيخ الإسلام يقول الحسد في الجسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم سبحان الله يخفيه إلى غبطة ولا يتمنى زوال النعمة عن أخيه. أبو سلمان، الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين في هذا الحدث حينما يعني تقبل من وهذا أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وهذا الذي أرق الصالحين وأرق الصحابة، إنما يتقبل الله من المتقين. لو الإنسان يعلم أن الله تقبل يعني من المغازي الكبيرة في هذه القصة، نعم لا يتقبل الله عز وجل إلا من المتقين، سبب من أسباب القبول. نعم نعم. آخر شيء يعني لأنه باقي نص دقيقة، إذا سمحت لي بمغزى بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بمعنى الحديث أنه ما تحصل جريمة قتل على الأرض إلا والابن آدم هذا الذي قتل شيء جزء من إثمها، لأنه هو كان أول من قتل وأول من سن هذه السنة السيئة على وجه البشرية، سنة القتل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لابد أن يكون مفتاح للخير مغلق للشر. تجد الآن بعض الناس يتسارعون في إنزال بعض المقاطع والصور والأشياء التي لا ترضي الله عز وجل، ويبدأ ينشر بعض الأشياء اللي يعصى بها الله عز وجل وتنتشر ويأخذها الآخرين منه ويبدون يقلدونه، فهذا عليه إثمها وإثم من اتبعها ومن فعلها إلى قيام الساعة إن لم يتب ويرجع إلى الله. سبحان الله. أبو تميم في آية تأرقني كثيرا عن هؤلاء الذين يعني جعلوا لهم مواقع وحسابات محرمة، وإلى الآن وهم أموات تصب يعني في سيئاتهم، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يقول وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أول خطورة يا جماعة أن الواحد لما يتأمل أن الخطر أنك تبتكر شيء أصله يعني ها الإفساد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين، كنت يعني تريد في يعني في برنامجك هذا اللي هو تصممته أو الفكرة اللي صممتها إشاعة هذا الموضوع، وبدأ الناس يقلدون ما كنت أنت تقدمه أو يعني اخترعته، أو هني الخطورة. وأنا أعتقد يا جماعة هذا يعتبر مغزى خطير جدا من المغازي التي نستفيدها من قصة هابيل وقابيل. مغزى أنا أشوفه في غاية الخطورة، نختم معك، هي سهولة القتل. قتله والأمر هذا عظيم عند الله عز وجل. لذلك يعني لما تلاحظ في هذا الزمن يعني من يقتل بدون أي سبب، يقتل بمجرد شبهة، يقتل بمجرد حكم تكفير أو غير ذلك، فقتل النفس من الموبقات عند الله عز وجل ومن المحرمات. قال كلمة التساهل في التكفير هو يؤدي إلى التساهل في القتل والتساهل بالدماء. الله عز وجل. ونختم بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آية أحبها كثيرا وأرجو الله أن أكون وإياكم منهم، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسأل الله أن تكون هذه بيننا وبين الله عز وجل. في هذا الجزء العظيم آية عظيمة يقول الله عز وجل فيها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا يوجد أعظم وأجمل من حكم الله. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطيبة.